بحضور السيد الامين العام وتحت اشرافه وطبقا لتعليماته اليوم شرعت القياده الوطنيه في استلام الاستمارات اللي راهي من كل ولاية الوطن في يعني حتى اقصى الجنوب في ولايه في الصبيحه دخلت يعني من ولايه تندوف هي استمارات موقعه من طرف منتخبي ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي وحنا بعدد بصدد يعني من خلال الاطارات والمناضلين في, في في هذه الخليه اللي راهي بصدد يعني إعادة ضبطها وحفظها في علب يعني في انتظار تسليمها يعني لقيادة المترشح مسؤول على هذه العملية إذا قلت الشيء اللي لاحظناه أولا أنه فيه يعني انضباط من طرف المناضلين واطارات الحزب وخاصة المنتخبين. وخاصه المنتخبين بعد ما استلموا هذه الاستمارات يوم الجمعه بعد 48 ساعه اليوم راهي حاضره هنا في المقر الوطني وتم المصادقه عليها والشيء اللي لاحظناه كذلك انضباط في ما يخص هذه الاستمارات كلها يعني ما لقينا ولا استماره الا واحده ولا اثنين اللي فيها ربما خطا صغير ولكن الاستمارات اليوم اللي دخلتنا كلها تم المصادقة عليها من طرف ممثليات السلطة على مستوى البلديات ولاحظنا أنه فيه رسالة من خلال هذه العملية أنه المناضلين تاع التجمع الوطني الديمقراطي واللي هم يمثلوا شريحة المواطنين أولا ملتزمين مع قرار الحزب ليخضاه في دوره المجلس الوطني تحت قياده السيد الامين العام بروفيسور مصطفى يحيى وهو يعني مسانده المترشح السيد عبد المجيد تبون هذه المسانده بدات اليوم من خلال هذه الاستمارات اللي تعبوا عليها في الميدان وراحوا يعني صادقوا عليها وعودة رجعت هي كذلك رساله من مواطنين يمثلوا التجمع الوطني الديمقراطي انهم مقتنعين اولا بالقرار التجمع الوطني الديمقراطي مساندة المترشح سيد عبد المجيد تبون ومقتنعين بمساهمتهم في استقرار مؤسسات الدولة وإن شاء الله في الأيام المقبلة المساهمة في إنجاح الانتخابات بصفة عامة وإنجاح الحملة الانتخابية للمترشح والعمل على فوز المترشح سيد عبد المجيد تبون اليوم هذه العشية العد التنازلي بالنسبه للحزب في عمليه جمعه الاستمارات التوقيع إذا بعدما أرسلنا إلى كل نقاط وربوع الوطن مناضلين لي قلت لكم حوالي 6000 وعدنا حصة من المواطنين 50000 إذا انطلقنا من هذه الأمسية من من هذه العشية من حوالي الساعتين بعد الظهر ونتوقع إلى منتصف الليل نستكمل كل استرجاع الاستمارات اللي بعثناها الولايات الجديد المهم أن ليس التنظيم لأن الأرندي قوه كبيره وله الخبره الكافيه والاطارات الكافيه في تنظيم هكذا عمليه ولكن الجديد انه ايضا هذه هذه المره هذه المره هناك ارضيه رقميه للمترشح عبد المجيد تبون الحزب الحزب هو في اتصال مستمر عبر هذه الارضيه ويعطي المعلومه يعطي المعلومه الان كل ما يدار في هذه القاعه عبر هذه المنصه هي موجوده لدى لدى قياده القياده المترشح اللي هي الافقيه في الواقع تكون عندها نظره على كل ما يجرى بالنسبه لداعمي مترشح المواطن عبد المجيد تبون اذا عدنا ايضا مهندسينا والاخوان اللي يخدموا الاعلام الالي كل ما يدار في هذه القاعه يترجم عبر هذه الارضيه كمعلومه تذهب مباشره الى المترشح ويعرف ما معنى هذا انه يعرف التطور في كل في كل وقت كل ساعه يعرف ما هو العدد اللي تحصل عليه على المستوى الوطني اذا جميل جدا ان حتى الاحزاب الان نرتقي في عمل واستعمال الرقمنه ونتمنى شيء جميل كذلك والارندي على عنده منصاته ايضا ستكون في الحمله الانتخابيه لانه ايضا هناك صـ 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 هناك صيف ومش صيف فقط لدينا شباب يستعمل التكنولوجيا والرقمنه نحاول تماس مع هذا الشباب باستعمال ايضا الادوات التكنولوجيه هناك ايضا الجديد في الحمله الانتخابيه بالنسبه للألني وارضياته زير اول قناه الكترونيه في الجزائر